ضيف الليلة نجم من نجوم الألفية الثالثة في الكرة المصرية، مدافع من العيار الثقيل، لمع في بدايته مع النادي المصري ولعب أساسياً قبل أن يتم العشرين من عمره، وكان واحد من أبرز المدافعين، لينتقل إلى الزمالك في عام 2007 ويرتدي القميص الأبيض ويحجز لنفسه مكاناً في قلوب جماهير الزمالك بأداء قوي وروح قتالية، إلى جانب المساهمة في حصد لقب بطل كأس مصر عام 2008. انتهت رحلته مع الزمالك لينتقل للعب في عدة أندية، منها بتروجيت والترسانة والتليفونات وكذلك المصري. ودولياً كان له حضوراً مع منتخب مصر، وكان عمود فقري وقائد لمنتخب الشباب الذي نجح في الوصول لنهائي أمم إفريقيا تحت 20 عاماً، والمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب في عام 2005. وخلال مشواره الكروي عرف عنه القوة في الأداء والقدرة على مراقبة المهاجمين وتسجيل الأهداف من ألعاب الهواء. تميز بالروح القتالية والبحث عن الفوز دائماً، وبعد اعتزاله احترف مجالي التحليل الرياضي والتدريب، ولم تنتهي علاقته في نفس الوقت بنادي الزمالك، وظل واحد من أبرز المحبوبين في قلوب الجماهير. ضيفنا الليلة هو كريم زكري، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في حوار خاص جدا مع أخبرنا. كريم زكري الكابتن والقائد والكابتان، ورجعنا لكم مرة تانية، وبيشرفني طبعا النهارده كابتن كريم زكري نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. منور الدنيا يا كابتن. بنور كمان اخبارك ايه؟ يا رب دايما، ودايما منور بيتك قناة نادي الزمالك. يا رب، وبتشرف طبعا ان النهارده في مفروض في يوم من نادي الزمالك واكون موجود في قناة نادي الزمالك، ويا رب يكون وشنا حلو الفترة الجاية بقى، بداية فترة جديدة كده لنادي الزمالك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا متوقع فعلا الفترة الجاية تبقى من اسعد الفترات على جماهير نادي الزمالك، خاصة ان جماهير الزمالك دايما عندهم طموح ودايما عندهم طموحات واحلام كثيره قوي، فمبسوطه دايما ان المجلس الحالي بيحاول دايما ان هو يسعى لتنفيذ هذا الطموح وهذه الاحلام. يعني بتفق معاكي في كلام وبختلف في كلام تاني. طبعا جمهور الزمالك ليه كل الحق ان هو يحلم باي بطوله الزمالك يخش فيها، اسم الزمالك لوحده في اي بطوله هو داخل فيها هو المرشح الاول او من ابرز المرشحين لاي بطوله، سواء دوري، كاس، كونفدراليه، بطوله بتتعمل في دبي، بطوله بتتعمل في بطوله بتتعمل في اي مكان، هو الزمالك مرشح دايما بتاريخه وبجمهوره طبعا للبطوله. صفقات اللي بنسمع عنها في لغايه الوقت الحالي هتفيد نادي الزمالك بشكل كبير جدا، اللعيبه اللي هتخرج كمان من نادي الزمالك لعيبه كويسه، لكن في الوقت مش ماشيه بلغه الكوره، مش ماشيه معاهم في نادي الزمالك، فوارد او وارد ان انت ما تكونيش موفقه في نادي الزمالك وتروح نادي ثاني تتالقي. لكن انا شايفها برضو فايده كبيره جدا لنادي الزمالك ان في لعيبه ما كانش ليها دور كبير في الفتره الاخيره هتمشي من نادي الزمالك ولعيبه ثانيه تخش مكانها، فكل دي اضافات كبيره جدا، كل دي توصلك لطريق البطولات. لكن في نفس الوقت عشان نتكلم انا دايما واقعي شويه، الموضوع بياخد وقت. ليه؟ الزمالك ممكن يخش في حدود 10 11 صفقه. كل ده بياخد وقت، 10 صفقات او 11 لاعب جديد داخل نادي الزمالك مع المجموعه اللي موجوده، الموضوع الانسجام ممكن ياخد وقت شويه، وممكن باذن الله العجله تدور، يعني ما فيهاش مشاكل. احنا بنتكلم برضو بالصوره العامه، مش بنحدد اماكن معينه في المراكز اللي الزمالك تعاقد معاها، لكن احنا بنتكلم بصوره عامه. الموضوع ممكن ياخد وقت شويه. اهم حاجه في الصفقات الجديده هي البدايات. انا دايما بدي نصيحه لاي لاعب رايح نادي جماهيري، البدايه، بدات كويس في نادي الجماهيري او نادي الزمالك بالاخص، خلاص انت ارتحت العمر كله. عمرك طبعا ارتحت العمر كله. بدات وحش لا قدر الله، مش معنى كده ان الامور خلاص انتهت، لا، انت الامور ممكن تحسنها بس بتلاقي صعوبه شويه. بالظبط. فانا الصفقات لغايه دلوقتي عجباني، واول مره اشوف في بالانس في الصفقات، مش انا بعمل صفقات وخلاص، لا، انا بعمل صفقات في مراكز محتاجه، دي رقم واحد. رقم اتنين، البالانس، التوازن اللي انا بتكلم عنه، الاعمار السنيه. يعني هتلاقي صفقتين ثلاثه ممكن يكون العمر شويه كبير، لكن في خمس ست صفقات
الاعمار كويسه. هو زي ما حضرتك قلت يا كابتن، هو مهم ان احنا نعمل بالانس، وان انت كمان تجيب صفقات تبقى مفيده للفريق بشكل كبير، مش اللي هو صفقات وخلاص. في كمان اتجاه ان عندك كنز في نادي الزمالك، اللعيبه الصغيرين لسه او اللعيبه لسه صحيح. الشباب بيتم اعارتهم بحيث ان هم يكتسبوا خبرات يحتكوا اكتر، فانت لما تيجي تستعيدهم مره تانية بعد الاعاره بيبقوا جاهزين ليك بشكل كبير جدا. يعني هو يمكن التجربه الابرز في الجزئيه بتاعه الاعارات دي مصطفى محمد. مصطفى محمد طلع الجيش في الاول او طنطا، لكن هو طلع طنطا وطلع الجيش الاثنين مع بعض يعني. وخد خبرات كبيره جدا، بقى عنده كم كبير من الخبرات في الدوري الممتاز، رجع الزمالك من بعدها راح فرنسا. فتجربه ناجحه يمكن في ذهن كل زملكاوي، الاعارات مفيده جدا. عايز اقول كمان ان الزمالك الفتره الاخيره دي كلها سواء انت بتتحط في ظروف او مش محطوط في ظروف، انا شايف ان الزمالك اكتر من اكتر الانديه اللي بتطلع ناشئين في الفتره الاخيره. دي حقيقه. يعني فتره القيد شفنا حسام عبد المجيد، محمد طارق، سيد نمار، وكان قبلها سيف فاروق جعفر، الناس اللي لعبت يعني ويوسف اسامه نبيه، وفي لعيبه كتيره جدا يعني. من قبلها كمان هتلاقي ناشئين، من وانا بلعب في الزمالك هتلاقي دايما ناشئين. بشوف الزمالك دايما عنده الباور والقوه ان هو في اي وقت بيشرك الناشئين بتوعه، وبتبقى اضافات كبيره جدا، وبعد كده بنشوفهم نجوم كبار. فانا شايف الزمالك لو على مستوى الناشئين زي ما انت قلت بيخرج اعارات، وفي ناشئين ظهرت بمستوى كويس في البطوله الاخيره اللي الزمالك كسب فيها. تاني حاجه اللعيبه الاعمار السنيه اللي الزمالك بيتعاقد معاها، الاهم الخبرات واللعيبه الكبيره اللي المفروض الزمالك بيتعاقد معاها، مع طبعا مع النجوم اللي موجوده زي شيكابالا طبعا، كل ده بيفرق في اوضه اللبس. شيكابالا وعبد الشافي طبعا يمكن كباتن كبار جدا وقادرين يلموا اوضه اللبس رغم كل الظروف اللي مر بها الزمالك في الفتره الاخيره، لكن على قد ما بتقدري بتشوف الامور ماشيه بشكل كويس. فكل دي اضافات كبيره جدا لنادي الزمالك، بتوريك ان احنا رايحين على الطريق الصح. برضو برجع وبكرر، مش معنى ان انت اتحطيت على الطريق الصح فكل حاجه بتيجي في يوم وليله، لا طبعاً. الموضوع عايز صبر. وببارك للصفقات، بقول لهم مبروك عليكم نادي الزمالك، ومبروك عليكم جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك من اوفى الجماهير اللي ممكن تشوفها في مصر زي ما كلها. حضرتك ما قلت انك انت لو بدات بدايه قويه فانت خدت حب العمر كله. هستاذنك يا كابتن، هنطلع فاصل قصير وبعدها هنرجع ونكمل كلامنا مع كابتن كريم زكري نجم ولاعب نادي الزمالك. إذا سألت أكثر المتشائمين قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار عن أحوال المنتخبات العربية في هذه البطولة، فإن الإجابة ربما ستخرج بعض هذه المنتخبات من الدور الأول، وربما يصل أحدهم للنهائي. في النسخة الجارية الحالية من المونديال الإفريقي شاركت 5 منتخبات عربية، 4 منها سبق لها الفوز باللقب، مما يجعل للعرب الحظ الأوفر. المنتخب الجزائري حامل لقب نسخة 2019 لم يتمكن من تحقيق أي انتصار، وودع المنتخب العربي من دور المجموعات، ومثله فعل نصور قرطاج. كرة القدم لم تبتسم لتونس في هذه النسخة، وودعت تونس من دور المجموعات. المنتخب الموريتاني كان له رأي آخر، تأهل لدور 16 ودخل التاريخ، لكن قلة الخبرات الإفريقية حرمته من مشاركة تاريخية بعدما خسر على يد الرأس الأخضر. أما المنتخب المصري فإنه لم يكن أسعد حظا، عبور الفراعنة لدور 16 جاء بمساعدة الآخرين. تعادل غانا وموزمبيق ساهم في تأهل المنتخب المصري، وتوقع الكثيرون أن يكشف منتخبنا عن وجهه الحقيقي. منتخب مصر هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بأمم إفريقيا، لكن في دور 16 غاب عنه التوفيق، فودع الفراعنة أمام الكونغو. وبقي أمل العرب الوحيد معلقا بالمنتخب المغربي، رابع العالم دخل مواجهة جنوب إفريقيا وهو المرشح الأول للبطولة بعد وداع كل كبار القارة. ولأن كرة القدم لا تعترف بالثوابت، خسر المنتخب المغربي بثنائية على يد جنوب إفريقيا ليخرج ممثل العرب الأخير في أمم إفريقيا ويكتمل مشهد الوداع العربي. ورجعنا لكم مرة لسه مكملين كلامنا مع كابتن كريم زكري، بما كان معنا تقرير على المنتخب والمنتخبات العربية، شايف ازاي بطولة أمم أفريقيا؟ ثم بعد كده ندخل على المنتخبات. يعني شايف زي كل الناس،
يعني ما فيهاش توقعات خالص. كل التوقعات غلط. صدمة كبيرة جدا. المنتخبات الكبيرة كلها بتخرج. منتخبات أقل تصنيف وأقل قيمة تسويقية وأقل حاجة كتيرة جدا هي اللي بتكمل. فلا يعني بطولة خارج التوقعات بصراحة. طب ده معناه إيه؟ ده معناه إيه إن تلاقي منتخبات ملهاش قيمة تسويقية ومنتخبات صغيرة تلاقيها هي بتقهر منتخبات كبيرة وبتخرجهم أصلا من البطولة؟ يعني بيبقى في ظروف في مباراة. يعني في منتخبات زي المغرب امبارح مثلا. المغرب امبارح لما بيكون عنده يغيب حكيم زياش وعنده أكتر من لاعب بخلاف كمان سوء الأداء اللي كان موجود عليه. لو اتكلمنا على جنوب أفريقيا امبارح ده أقرب حاجة للسادة المشاهدين يعني اللي كانت لسه امبارح. جنوب أفريقيا فريق منظم عنده 7 بيلعبوا في صن داونز. فده برضه بيوريك الانسجام اللي موجود في المنتخب. مش عيب ان انا اختار 3-4 لعيبه ولاعبهم من فرقه واحده. احنا عندنا هنا لا انت لازم تجيب المحترف ده تحطه جنب اللعيب ده ولازم تجيب ده تحطه جنب ده. امور كتير اختلفت في افريقيا. في مدربين طورت من نفسها بشكل كبير جدا. في الحظ بيلعب دور كبير جدا ان انت تشوف الكوت ديفوار اللي هي خلاص كانت تالت مجموعه اما تلعب السنغال اللي اول مجموعه واحنا مغمضين. لا ومشوا لويس جوسيه المدرب بتاعهم المدرب والمساعد مشوه في نص البطوله لما اتغلب 4-0 من غينيا الاستوائيه. هم خلاص كانوا بره مثلا. هم بس انت هنا تسميها حظ ولا تسميها ناس انتهزت الفرصه؟ لا انا شايف انها حظ. يعني بصراحه انا شايف انها حظ. في الاول والاخر اصل يعني في الاول والاخر المدرب المساعد ده هيعمل ايه؟ ممكن يشتغل على العمل النفسي. لكن النواحي التكتيكيه دي بتاخد وقت كبير جدا. شويه التظبيط اللي احنا بنتكلم عنها تظبطها في لاعب في اثنين اكيد ما غيرتش ال 11 ده منتخب. انت ما عندكش قائمه مفتوحه ان انت تبعت تودي واحد وتجيب واحد ثاني. فهي الامور كلها بيبقى توفيق من عند ربنا مش اكتر. لكن في مدربين متطوره من نفسها. يعني انا عاجبني منتخب موريتانيا عاجبني جدا قبل ما يخرج كمان. لا بيقدم كره كويسه على قد امكانياته. الراس الاخضر ماشيه كويس جدا وتاهلت. ففي ناس بتحس ان هي بتطور من نفسها وفي ناس الظروف ما ساعدتهاش وفي ناس تانية زي حالتنا كده ماشيين بالبركه اللي كل حاجه غلط في غلط. قبل ما نروح لحالنا عشان احنا حالنا صعب. حالنا مش عايز اقول حالنا يبكي. ايه اللي حصل للمغرب؟ انا شايف بصراحه يعني التصريحات بتاعه وليد الرجراجي خلت في قبل الماتش. يعني تصريحات غريبه جدا. ما بحسها تصريحات. وانا على فكره بحب المدربين نوعيه وليد الرجراجي بحب المدربين الوطنيين دايما. تصريحاته غريبه اغرب مما تتخيل. ما تطلعش من مدرب واخد ربع العالم ومدرب انت اصلا بتشجعه في البطوله من بعديك. صحيح انت بتشجع تاني منتخب بعديك. انت بتشجع المغرب. مدرب مدور طور من نفسه كمان. ويعني النهارده انا دايما بشوف الناس على السوشيال ميديا تقول لك العلم انتصر الاجتهاد انتصر الكره الحديثه هي اللي انتصرت. طب ما وليد الرجراجي راجل واخد كل الشهادات وراجل من شهرين ثلاثه كان واخد ربع عالم. يعني بالظبط. يعني الراجل ده جاهل مثلا. ما خرج برضه كمان. يبقى فين العلم اللي انتصر؟ خرج غرور. انا شايف انا شايف ان بعض تصريحاته كان فيها غرور. لا انت بتلعب مصر بتلعب باسم العرب. المغرب بيلعب باسم العرب كلهم. ودي حاجه شرف ليك انت مش شرف لاي حد تاني. تصريح غير الناس كلها. انت كنت في قطر بتلعب كاس العالم صح؟ كان في قطر وخدت ربع عالم وانت في قطر. لولا المسانده الجماهيريه اللي ما اعتقدش كان كلهم مغاربه. لا كان في مصريين وكان في توانسه وكان في ليبي. كان جميع الوطن العربي كان كله بيساند المغرب. فانت لما تحقق الانجاز يبقى انت ما بتلعبش اسم العرب. طب ما العرب اللي وقفوا معاك اصلا في البطوله. انت ازاي بتنسى حاجه زي كده؟ انا دايما بقول ان شخصيه المدرب بتبقى من شخصيه اللاعب. اللاعب بيستمد قوته او بيستمد غروره او بيستمد ضعفه من المدرب. طالما المدرب مغرور يبقى اكيد الغرور وصل للاعيبه في الملعب. اكيد الامور كانت بالنسبه لهم سهله. فاجئوا بمستوى جنوب افريقيا اللي كان منظم من النواحي الدفاعيه وكان بيعمل حاجات مرتده في بعض الاوقات بشكل هايل. حتى الظروف في الماتش مش مساعداه. انا شايفك في الانترو بتقولي ضربه جزاء من حكيم من اشرف حكيم تضيع. اللي يشوف ضربة الجزاء غريبة. يعني متعالي داخل متعالي على الكرة. انت داخل فيه مش انا اقول لك على حاجة بقى. انا شفتها حاجة تانية. انا شفته داخل مشدود جدا. ليه؟ السيناريو المباراة كان ان هم متأخرين بهدف وكانت ضربة الجزاء في الدقيقة حاجة و80. فكل ده لود على اللاعب اللي داخل يشوط. اشرف حكيم بيلعب في باريس سان جيرمان وعنده خبرات وكل حاجة. لكن في نفس الوقت اتحط عليهم ضغط. ما خلي بالك الغرور. يعني هو في باريس سان جيرمان ما بيتعرضش للضغط ده؟ لكن لا المنتخب بيتعرض للضغط كبير. لا 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 ما فيش حد. بص هقول لك حاجه. بس هو انت انا واثق فيك. انت اللي دخلت تسدد ضربه الجزاء دي عشان واثق فيك. لكن فيه. ضغوط. انا عايز اوضح لك حاجه. ضغوط المنتخبات
غير ضغوط الانديه. اكيد ليه؟ النهارده انا في النادي بلعب، انا النهارده خسرت في الماتش ده فانا عندي 30 ماتش اعوض، لكن ده خلاص. هي ليه الناس عندنا دايما بتعول على صلاح كتير عشان يقول لك ايه ده بره ومع ليفربول والجماهير مفتوحه وبنتكلم في جماهير بالالاف فاكيد وعنده كم كبير من الخبرات، فانا لما احط اشرف حكيمي هو كمان في الموقف اللي زي ده اللي هو ايضا محترف فانا المفروض واثق ان انا بختارك انت عشان انت لازم تخش تجيب يعني وانا كمصري بشجعك فلما يطلع تصريح برضو من المدرب غير موفق ما هو كل تماماً ده كل ده بيودينا فين؟ ان هم خرجوا من جنوب افريقيا، ما ده جزء من السكريبت اللي احنا بنحكي عنه، ان ضربه الجزاء اشرف حكيمي ضيعها بطريقه غريبه، فرص كتيره جدا راحت امبارح، خلي بالك الماتش كان ايكوال يعني كان رايح جاي، مش معنى كده ان جنوب افريقيا كانت وحشه، لا جنوب افريقيا كانت منافس قوي جدا لمنتخب المغرب، لكن المغرب كانت تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثه، لكن ما كانش فيه توفيق، لان التوفيق في اي مهنه ده ضروري، انت بتعملي اللي عليك لكن قبل اي حاجه لازم توفيق ربنا، فوصلنا لمرحله الغرور لا انت ما فيش توفيق خالص، وده اللي شفناه من المغرب امبارح. فانا بتكلم على المستوى العلمي، لا وليد الرجراجي مدرب كويس جدا، وخلي بالك ممكن تكون درس الوليد والمنتخب، عندهم البطوله اللي جايه دي في ملعبهم وفي ارضهم، اكيد استفادوا من الدرس ده، وهم غيرنا، هم عندهم منتخب قوي بيبنوا عليه، محتاجين مراكز معينه بس، فاهم قصدي؟ ان هو عنده لعيبه محترفه وعنده بلان، يعني ما تبص على المغرب وهم بيتكلموا عندهم خطه جباره، ما تسمع الناس وهي بتتكلم ويقول لك ان هم متابعين الناشئين اللي في دول العالم كلها من اصول مغربيه وبيبداوا يتفاوضوا معاهم من دلوقتي، لا الناس دي بتفكر احنا عندنا مين بيعمل حاجه. طيب هل يليق بالمغرب ان هي تحصد بطوله واحده بس؟ يعني في تاريخ امم افريقيا كلها هي بطوله يعني اعتقد كان عندهم برضو الدوافع والطموح السنه دي ان هم ياخدوها، بعدين انت بتتكلم ان انت رابع عالم وعنده محترفين كتير، على فكره برضو من المنتخبات اللي فاجئتني السنغال. والسنغال اتفاجئت جدا، السنغال كانت مرشحه بقوه وتخرج قدام مين؟ قدام الكوت ديفوار اللي جاي من بعيد، اللي هي اصلا ما كانتش مكمله، رابع احسن توالد. ايوه رابع احسن توالد، يعني اللي هو مثلا ايه يعني انت ايه ضامن الماتش، لكن ما فيش حاجه اسمها كده في الكوره، صدقيني الكوره دلوقتي بقت مختلفه، الكوره بقت دلوقتي اجتهاد، بقت تعب، بقت تركيز، بقت مهنه، مش ان انا داخل العب قدام فرقه سهله فهكسب، لا بالعكس، انا دايما بقول ان الروح والاراده ممكن تتغلب على التكتيك وممكن تتغلب على المهاره وممكن تتغلب على حاجات كتيره جدا. الروح وانا اللي شايف ده انا شايف دي سمه البطوله، التكتيك فيها ممكن يكون عالي، الفرق الصغيره بدات تلعب كره على الارض وفي تطور طبعا، لكن في نفس الوقت عندهم اصرار وعندهم روح وعندهم التزام وعندهم انضباط. تحس ان اللعيبه كلها بتتعامل منتخب. انا بصراحه لا، حتى السنغال وهي بتخرج، حتى وهي خارجه قدام الكوت ديفوار، بس انا ممكن ما ازعلش. ليه؟ ممكن عملوا اللي عليهم، مش في يومهم اليوم ده، عندهم خطه ماشيين عليها بس حصل دروب اليوم ده، لكن لما تيجي تقيسي كل المنتخبات الكبيره اللي خرجت بمنتخب مصر، على الاقل عملوا اللي عليهم، على الاقل كسبوا ماتشين ثلاثه، على بس الاقل بس الجزائر ما كسبتش وتونس ما كانتش في احسن حالاتها، اعتقد مصر ممكن كانت تبقى احسن من تونس والجزائر، ممكن ما كنتش تبقى احسن مثلا من المغرب معاك. لا ولا احسن من السنغال، ولا احسن من السنغال طبعا، انا بتكلم على كمان فرق عربيه ما كنتش احسن اكيد من السنغال، كونغو كانت احسن منك في الملعب يعني، فكان الموضوع صعب شويه، بس انت كنت احسن من تونس والجزائر. ما هو برضه الظروف هنا مشابهه، لو اتكلمنا على تونس انا شايف ان محتاجين جيل جديد. بصراحه في جيل انتهى ومفروض يكملوا بجيل جديد، جيل جديد برضه يصبروا عليه، مش معنى كده ان انا جبت جيل جديد يبقى لازم اخد بطوله، لا لازم يبقى عندهم بلان واضحه، خطه واضحه كده طويله المدى زي ما بيقولوا، ويجيب لعيبه صغيره في السن ويعتمد عليها. نفس الكلام الجزائر، انا شايف ان اللعيبه بتاعه الجزائر دي مع بالماضي مكملين بقالهم فتره قوي، فتره كبيره قوي، فلازم برضو تجدد، لازم نشوف لعيبه جديد. انا شفت منتخب الجزائر هو بتاع سنتين بتاع اربعه من بتاع سته من جمال بالماضي، هي يعتبر بنسبه 70 80% من التشكيل هو فطبيعي الناس دي سنها مش واقف، السن ده بيكبر والبطولات المجمعه دي انت محتاج عناصر كتيره جدا صغيره، فانا شايف ان الظروف كلها بالنسبه لتونس والجزائر ومصر انت محتاجه دم جديد في المنتخب. في منتخب مصر كمان ده محتاج دم جديد واعمار مختلفه، احنا محتاجين منظومه في مصر جديده. لا حقيقي والله ما بره، يعني حقيقي انا بكلمك بالتحديد على منتخب مصر، مش عارف ينفع اقول الكلام ده ولا لا، بس انا يعني لازم يتقال، المنظومه عندنا في مصر بصراحه لازم تعيد ترتيباتها من اول وجديد، حتى البيان اللي طالع من منتخب من اتحاد الكوره
يعني انا كنت اتمنى، يعني في ناس انا عاشرتها في الملعب وفي ناس بحبها موجوده في اتحاد الكره والعلاقه الشخصيه كويسه بيا، لكن في نفس الوقت لا، يعني انت بتقدم عمل تطوعي عمل خدمي، فانت النهارده ما حققتش المرجو منك. لا انا ما كنتش مستني اعتذار، كنت مستني استقاله ونبدا نشوف حاجه جديده. لان بصراحه احنا امتى هنقول لغايه هنا كفايه؟ يعني امتى هنقول لغايه هنا كفايه؟ الحلقه ما فيهاش وقت عشان نفضل نقول السلبيات اللي موجوده في منظومه الرياضه او في اتحاد الكوره، لكن في حاجات واضحه للعلن. ان انا اجيب مدرب ما مرنش منتخبات قبل كده وادي له 200,000 دولار في ظل الظروف اللي احنا كلنا بنعاني منها، في شرط كمان لو مش ياخد 3 شهور، يعني ده لسه بقى هنخش بقى ده لسه بقى اللي هي الحلقات بتاعه اليومين الثلاثه الجايين. فاحنا لسه يوم الاحد هنعرف القرارات، يوم الاحد بتاعه اليومين الثلاثه الجايين، وبقى نطلع بقى نشوف ده روي فيتوريا مش هيمشي ومصمم يكمل، لا هيمشوه بس هيدوا له نص الشرط الجزائي. كنت متفائل بيه اول ما جه ولا لا؟ كنت متفائل. انا بقول لك الصراحه. ايه ايه الحاجه اللي خلتك تتفائل بيه كده؟ ان ايه الحاجه اللي شفتها فيه قلت والله الراجل ده هنروح معاه في حته ثانيه؟ الراجل ده عمل، الراجل ده ضحك علينا حقيقي والله. انا اتضحك عليا، انا ما اضحك عليك، اتضحك عليا. النهارده لما باجي بلعب منتخبات التصنيف اقل مني، لكن النهارده الاقي اسلوب وطريقه مختلفه عن المدربين اللي كانوا قبلك. المدربين اللي كانوا قبله دايما كان يعني بيقول لك ايه، قفل كويس ولعب على سرعه محمد صلاح. يعني الشعب المصري يقول لك باصي لصلاح. أيوة. خلاص احنا حفظنا الطريقه، خلاص هندافع وهنباصي لصلاح. فلقيت مدرب جاي بيلعب الضغط العالي، بيحضر في كوره بتتلعب، في حاجه بتتقال. فالراجل النهارده ادانا بقى ايه، عارفه، امل ان لا في كوره بتتلعب، احنا عندنا شخصيه البطل، احنا نضغط اي حد من قدام، وانت عندك الامكانيات ان انت تضغط اي فرقه ما تدافعيش قدامها. اول ما دخلنا البطوله كنا بنلعب موزمبيق، جبنا جون في اول دقيقتين. مصطفى محمد، قلت حلو الراجل مكمل ودايس بنزين، ونجيب التاني والتالت ليه لا؟ انت منتخب، خلي بالك منتخب مصر منتخب قوي، منتخب طبعا مصر فيه لعيبه كويسه كتير جدا، ده هو المرشح الاول للفوز بالبطوله وهو الاكثر تتويجا ببطوله كاس الامم الافريقيه، ولعبتك بقت اتقل من البطوله اللي فاتت 2021 اللي احنا خدنا فيها تاني. فاول دقيقتين ثلاثه اداني امل، قلت بس احنا مكملين على كده. بصيت بعد ما جبنا الجون لقيتنا رجعنا كلنا ورا وبدانا ندافع وباص لصلاح. طب انا بلعب موزمبيق، لا ما احنا عايزين نامن. طب يا عم ما تجيب التاني وتجيب التالت وتخوف بقيه المنتخبات منك بقيه البطوله، لا انا هرجع وهدافع. وشفنا التعادل حصل ازاي، وبعد كده لما يتاخر بهدف تلاقيه يروح منزل تريزيجيه ومدخل عمر مرموش ويلعب باتنين راس حرب، عمر مرموش ده سترايكر وقدام مصطفى محمد. مصطفى محمد يعني بيلعب ب 4 2 4 تريزيجيه على الشمال. طب ما تبدا كده من الاول، احنا كل مره بنعمل فيها كده بنعرف نجيب اهداف، كل مره بتلعب بقى بزياده عدديه هجوميه بتجيب فيها اهداف. انا حاجه غريبه جدا على فكره، انا كنت معاه في حته ان تريزيجيه يبقى بره، لان تريزيجيه وهو بره لما بتنزله الشوط الثاني بيقرا الملعب، بيقرا بالظبط، بيقرا كويس جدا، فبينزل بالظبط والاثنين معاك مصطفى محمد معاه مرموش على الشمال، تريزيجيه على اليمين صلاح، بتلاقي ايه هجومك صلاح او زيزو او مصطفى فتحي، بتلاقي هجومك 10 على 10 بالظبط، وانت قوي جدا وبتعرف تسجل اهداف. ليه في اخر ماتش في الكونغو انت بدات بتريزيجيه؟ طب اقول لك على حاجه تانية، انت ليه ماتش الكونغو بدات باحمد فتوح اللي انت مغيره المباراه اللي قبلها بين الشوطين؟ خلي بالك انا كنت ضد انه ياخد احمد فتوح وياخد محمد صبحي، هو ضر بقى، هو ضر احمد فتوح، احمد فتوح مصاب عشان مش جاهز. طبيعي جدا، يعني طبيعي جدا لما اللعيب يكون بعيد عن الماتشات واخده انا عشان العبه ماتشات. هو طب ما مهند لاشين برضو ما كانش جاهز ونزله الماتش اللي فات بتاع الكونغو، ما كانش جاهز اصلا انه يكون موجود في المباراه. ما دي كارثه. وما في الاخر ايه اللي حصل لما نزله؟ لقينا ابو جبل هو اللي بيشوط مكانه، صح ولا غلط؟ حصل. طيب ما هو كل ده هو اللي بيدفع الضريبه؟ لا ما بيدفعش الضريبه، هو يقول لك سلام عليكم وهيمشي، مين اللي بيزعل؟ احنا بس. فهي الفكره بقى نرجع تاني لمرجعنا اتحاد الكوره، انتوا ازاي خدتوا الاختيارات دي كلها؟ طيب بلاش، انت اخترت الراجل ده، طب النهارده مين اللي بيبقى يحاسب الراجل ده؟ طب مين اللي بيحاسبه؟ في حساب. طبعا لازم، هو اصلا الحساب متاخر. هو النهارده لما اقول فتوح ومحمد صبحي، الناس دي ما بتلعبش ماتشات، واجيبها ضمها للمنتخب ليه؟ احمد الشناوي مصاب. معلش وانا برضو لو مشيت بنفس المبدا ده كابتن بقى، بما اننا بنتكلم دلوقتي صراحه، طب ما انا لما اقول ابو جبل، يعني ابو جبل ماشي كويس مع البنك الاهلي؟ لا ما غلط، وانا لسه هقول لك اهو. طب احمد الشناوي، احمد الشناوي بيراميدز مصاب اساسا، مصاب اساسا، طب اخده ليه؟ انت فاكر ما هو الناس اتكلمت قبل كده، وكان بيبقى معايا ضيوف كتير كانوا بيعلقوا على الاختيارات من البدايه. صحيح، ما هو انت من البدايه انت واخد لعيبه مصابه، واخد لعيبه مش جاهزه، واخد لعيبه مش هتعرف تعتمد عليها. امال كان ان انا كل شويه يروح ماتش يتفرج على اللعيبه،
يروح الماتش الفلاني في الدوري يتفرج على الحكايه. لا وفي الفتره دي قعد مع المدربين. قعد مع كل مدرب يتكلم عن وزار نادي الزمالك فعلا وراح وقعد مع اللعيبه واتكلم على لعيبه الزمالك واشاد باداء لعيبه كتير جدا من جوه نادي الزمالك واشاد بحراس المرمى. بالظبط. هو ما انا قلت لك انا اول كلمه قلت لك ضحك علينا حقيقي والله ضحك علينا بعد السن ده حتى بعد هنفضل ضحك علينا على طول يعني بصراحه. طول هرجع واقول لك تاني منظومه لازم حاجات كتير جدا تبقى فيها. عواد اتظلم في اختيارات حراسه المرمى في المنتخب طبعا. انا حاسس ان في موقف انا ما اعرفش ايه هو لكن طبيعي جدا لما يكون حارس مرمى الزمالك وماشي بشكل كويس وحتى الفترات اللي كان ماشي فيها بشكل كويس ما كنتش بتاخده فاكيد في حاجه. ده اصل استحاله يعني استحاله ان انا اجيب حد مصاب او حد ما بيلعبش واخده واخده معايا والاساسي اصلا ماخدوش. انا عايز اقول لك على حاجه وربنا يكرمنا ازاي بجد والله يعني احنا بنقعد نفكر كده واحنا قاعدين بنتكلم يعني احنا ربنا يكرمنا ازاي لما انا خلي بالك ان لعيب الكره دي ما يروحش المنتخب بتبقى كسره وحشه ليه. النهارده احسن حاجه بتحصل لي في الدنيا ان انا امثل منتخب بلدي ومش كلام انشا هو ده حقيقي منتخب مصر. ايوه لان انت بتتكلم بطوله قاريه وفكره ان انا ابقى موجود مع المنتخب ده معناه ان انا احسن لاعب في بلدي. انا في صفوه الصفوه. فالنهارده انت بتلعب ليه اصلا؟ بتلعب كره ليه؟ بالظبط عشان المنتخب وعشان الانجازات وعشان التاريخ. في الجانب المادي ده في النادي خلاص مفيش مشاكل لكن انا بتكلم على البطولات المجمعه دي في تاريخ بيتكتب لكل لاعب. في تاريخ بيتكتب لكل لاعب فانا لما اعمل مع عواد كده انا ماخدوش ليه؟ يعني برضه مشكله كبيره جدا. في ناس كتيره جدا اتظلمت مع المنتخب يبقى ربنا يكرمنا ازاي؟ في لخبطه بتخش المعسكر بتلاقي نادي بيفوض لعيب بتلاقي محمد صلاح بيسيب المعسكر ويمشي مش دي قصتنا ان يمشي او ما يمشيش مش هنتكلم فيها دلوقتي لكن المشكله مين اللي اعلن؟ ده يورجن كلوب اللي اتكلم في تصريح ليه وهو اللي قال. طب فين اتحاد الكره من الكلام ده كله؟ ما بتعلنوش ليه؟ انا المفروض اعرف الاخبار من اتحاد الكره فعلا. بالظبط محمد صلاح دلوقتي على مسؤوليتي انا مش على مسؤوليتك انت. فكل دي حاجات بتودينا في الاخر مش ان احنا نخرج بس لا ان احنا لازم نقف مع نفسنا شويه يا جماعه. احنا لازم نقف احنا لازم يبقى عندنا مسابقه لازم يبقى عندنا مسابقه دوري قويه عشان يبقى عندك منتخب قوي. لو حققت العدل هيبقى عندي مسابقه دوري قويه ويبقى عندي منتخب قوي؟ طبعا طبعا. هو الدوري الانجليزي ده اقوى دوري في العالم. ليه؟ عشان بيحققوا وبيطبقوا العدل طبعا وعنده طبعًا. افضل لعيبه وكل حاجه عنده افضل لعيبه عنده ثوابت نظام عنده عقوبات بتتنفذ على اي حد عنده التحكيم ماشي بصوره كويسه عشان لو في غلط بيطلعوا يتاسفوا مش عيب اصل احنا بشر احنا ما بنتعاملش مع اله. انا وارد ان انا اغلط وارد ان انت تغلطي وارد ان حكم في الدوري الانجليزي يغلط وارد ان حكم الفار في الدوري الانجليزي يغلط. طب ليه انا ما بعلنش كل ده؟ طب ليه بنقعد نداري؟ طب ليه نفضل بقى نقول ده مش عارفه لا اصل مش ذنبه ده ذنب مش عارف ونفضل بقى نرمي التهم على بعض؟ يا عم انا وارد احنا بشر بالظبط احنا ممكن نغلط احنا بطبعنا خطائين بالظبط. فالنهارده عادي النهارده الدوري الانجليزي بيطلع يقول لك الحكم غلط في كذا 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 وبنعمل كذا كذا كذا. النهارده اليوفي النهارده في الدوري الايطالي نمنا وصحينا في يوم لقينا اليوفي ده درجه ثانيه. ليه يا جماعه؟ قال لك اصل التلاعب. بص انتوا جماعه بتطبقوا القانون على اليوفنتوس عادي كده عندكم؟ ايوه والله ده حقيقي فعلا مش عارف مين بيتخصم. تحس انت بتستعجب كده من اللي بيحصل ايه ده عادي يعني ده نادي كبير عادي بيطبق عليه كل القوانين. مصر ده اليوفنتوس يعني درجه ثانيه ولا حد اتكلم ولا حد اعترض ونزلوا درجه ثانيه وصعدوا ثاني. طب احنا امتى هنبقى كده؟ بص على المستوى كمان الناشئين احنا ما بنتكلمش بس احنا بنتكلم على الليفل اللي فوق ده. انت كمان بص على مستويات الناشئين لا ده التهريج اللي بيحصل. منتخبات مصر في الناشئين من سيء لاسوأ. ما بقاش في منتخبات مصر الناشئين. ما فيش بطولات بنسمع عنها زي زمان. مفيش لعيبه حتى بتطلع. انت كنت حضرتك يعني كنت لاعب في منتخب مصر للشباب كمان للناشئين والشباب والاولمبي واخد تاني افريقيا ولعبت كاس عالم. احنا في كاس عالم في الامارات مع الكابتن حسن شحاته احنا كسبانين انجلترا في الملعب. كسبانين انجلترا في الملعب عادي. في وقت من الاوقات منتخب مصر الاول ند بند مع البرازيل. لما تسمعي اللعيبه وهي بتحكي على مباراه البرازيل دي والله تستفيدي منها. الناس إيه الفرق فرق كبير قوي من الكلام ده من 20 سنه تقريبا يعني من 2006 نحسبها من 2006 يبقى كام سنه؟ لا مش قادره لسه اقعد احسب بس بنتكلم من سنين كتيره. ايه اللي اتغير؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ان انا لعبتي دلوقتي في ارض الملعب بحس ان هي تايهه بحس ان هي مش مركزه المدرب كمان بتاعي مش مركز في ارض الملعب بشكل كبير مش عارف المدرب بتاعي واقف مش عارف يقرب ملعب بشكل كويس مش عارف يحط خطه اصلا للفريق اللي قدامي. صحيح. فايه اللي اتغير في ايه؟ انت بتتكلم كمان مع كابتن حسن شحاته المعلم واخد ابطال افريقيا ثلاث مرات. ففكره ان انا لازم يبقى عندي بقى مدرب وطني. طبعا
هي نجاحاتك ما حصلتش الا مع مين؟ مع كابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته. الله يرحمه طبعا. صح؟ كابتن محمود الجوهري وكابتن حسن شحاته المعلم، لحد النهارده بنستفيد منه. التجربه خير دليل. انا النهارده ليه ما بجيبش مدرب وطني؟ ليه؟ مش هقول لك بقى عشان نوفر وعشان نعمل، احنا بنحط خطه. النهارده اوريدي الرجراي ده لسه متكلمين عنه، راجل مغربي خد يوم رابع عالم. ايه المشكله؟ انا اصلا بحس ان مش هيحس بيك، ما يحس بالبلاد ايه غير ولدها. برافو عليك. فانا حتى ولو جلال القادري ده اوحش مدرب في الدنيا، حتى ولو جمال بالماضي ده اوحش واحد في الدنيا، بس هو اللي هيحس بيك، هو اللي هيبقى معاك. فانا بشوف ان انت لازم تطلع حد، لازم يبقى عندك مدرب وطني. انت كل السنين دي بعد كابتن حسن شحاته مش عارف تجيب مدرب وطني؟ مش عارف، مش قادر تدي الثقه لمدرب وطني. احنا بنتكلم على المنظومه عشان بس ما نرميش الكره في ملعب الاتحاد الكره بس. لا، انت عندك منظومه اعلاميه، مجرد ما بيعرفوا ان مدرب وطني هو اللي هيمسك ويمسك لا بيسنوا سكاكين. طبعا طبعا. ليه يا عم تسيبه يا عم يشتغل؟ اعتبره اجنبي، اعتبره بياخد. طب نجيب مصري ونديله بالدولار عشان يستحملوه؟ ما هنعمل ايه؟ ما هو انت النهارده اي مدرب بيجي من قبل ما بيمسك خلاص بتلاقيه ان هو مش قادر يمسك اصلا. وبعدين الفروقات اللي انت بتتكلم عنها دي دلوقتي وما بين منتخب الكابتن حسن شحاته، فرق كواليتي اللعيبه، اللعيبه في وقتها كانت مختلفه، دلوقتي اللعيبه ثانيه خالص. النهارده ما فيش جماهير، فالنهارده اللعيبه لما لعيبه منتخب مصر تدخل او اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري بتلعب والدنيا فاضيه، فبتروح مره واحده تلاقي الاستاد مليان في البطولات المجمعه. طب ما لازم تتخض، ما هو اصلا بيلعب دوري وبيلعب ماتشاته هنا من غير جمهور. من غير جمهور. فدي برضو مشكله كبيره جدا بتقابلنا. انت بالظبط زي اللي بتاخدي منهج وبتروحي تمتحني منهج ثاني خالص. انا النهارده بلعب من غير جمهور، بروح الاقي جماهير. النهارده كمان بقيت احس ان لعيبه المنتخب اعلى من المنتخب ذات نفسه، ودي كارثه. ما ينفعش حد يبقى اعلى من المنظومه والمكان، ما ينفعش، لازم يكون في سيطره اكتر من كده. انا عايز اقول لك على حاجه، ان انا عارفه انت الاعلانات بتاعت رمضان والمسلسلات طبعا. انا بدات احس ان امم افريقيا جايه، فيلا موسم بقى بتاعنا هنعمل اعلانات. فاهمه؟ وبقت موسم البطوله الجايه هتلاقي خمس ست لعيبه ما شاء الله رزقهم، بس لازم يبقى في كنترول شويه. صح. لازم انت تقدر تسيطر فيها شويه، الموضوع ما يبقاش فاكر كده. لازم تقدر تسيطر على اوضه اللبس اكتر من كده. انا لازم اخد البطوله على محمل الجد اكتر من كده. انت ما خدتهاش من 2010 بالظبط، ما خدتهاش من 2010. وبرده خلي بالك في اوقات كتير جدا بتيجي لاكبر منتخبات العالم مش منتخب مصر بيحصل لهم دروب في حياتهم، لكن النهارده ما يحصل لك الدروب وانت اصلا لسه ما طلعتش على اول سلمه، انت ما اديتنيش خطه نمشي عليها، انت ما اديتنيش بادره امل تقول بالزبط. اللي بكره احسن. هو ده اللي مزعلني. خلي بالك انا ما عنديش مشاكل ان انا اطلع من البطوله، انا ما عنديش مشاكل ما اخدش البطوله، بس كان عندك مشاكل في الاداء، انك انت ما حسستنيش انك انت بتموت نفسك. لا يعني حته تموت نفسك دي في لعيبه كانت بتموت نفسها، بعض اللعيبه كانت بتموت نفسها، لكن برضو الامور كلها مش على اللعيبه. انا يعني ايه اجيب مدرب مش عارف يعني ايه منتخب مصر؟ يعني ايه اجيب مدرب يجيب جون يدافع قدام موزمبيق مثلا يعني لا يعني اجيب مدرب يتعادل لي ثلاث ماتشات ورا بعض؟ ما هي دي الفكره. عارفه ليه هو بيتعادل؟ عشان هو ما عندوش الشجاعه والقدره يقول للاعيبته انزلوا العبوا كوره ونلعب على المكسب. ما عندوش الشجاعه نقول للاعيبته ان احنا هنضغط اي منتخب نقابله من قدام ونقدر نخلص الماتش في الشوط الاولاني. برضه هنرجع للكابتن حسن شحاته وقصه البرازيل، لما دخل بين الشوطين قال لهم انا مش جاي اتغلب من البرازيل 3-4، انا جاي العب كوره، انا جاي اهاجمهم. ما اتكلمش في فنيات، ما اتكلمش في تكتيك، ما اتكلمش بقى في النواحي الفنيه والبدنيه والحاجات اللي بنقعد نسمع عنها دي. حاجات مهمه في حياتنا، لكن انا النهارده ما افضلش اديكي تكتيك واديكي انضباط واديكي مش عارفه ايه والباك يخش والكلام اللي احنا بنقعد نتكلم عنه ده خالص، وانزل الملعب اقول لك انزل دافع. طب انت كنت بتمرن على ايه مثلا؟ صح ولا غلط؟ ما هو ده اللي بيحصل. النهارده خدنا في فيتوريا، خدنا في الماتشات الوديه بنعمل ضغط عالي، بنقطع الكوره لمسه الثانيه بالثالثه بتيجي جول. فده كويس، بنهاجم الفرق كلها، ده كويس. طب اول ما بتيجي في الجد، اول ما اتحطيت في الضغوطات دي كلها عملت ايه؟ رحت جايب ورا. عرفت الفرق بين الكابتن حسن شحاته واي مدرب جه بعده؟ انا عشرت الكابتن حسن شحاته، كان دايما يقول لك لعيب الكوره احنا بنلعب كوره، العبوا واظهروا لبعض، واي فرقه قدامنا نضغطها. ليه؟ ما 11 قدام 11 في الاخر. في فروقات فرديه، بس قلت لك مش كل حاجه الفروقات الفرديه والمهاريه، بيبقى في الجانب المعنوي، بيبقى في الجانب الروح القتال، ده ما بيبقاش موجود عند لعيبه مصر دلوقتي. حتى المدرب الموجود هو مش عنده، فقد الشيء لا يعطيه. مش مصري، مش حاسس بيك برضه. مش مصري. انا برضه مع المدرب مش مصري ومش عارف قيمه اللعيبه اللي معاه. مش عارف قيمه اللعيبه اللي معاه. احنا عايز اقول لك حاجه، الواحد بيزعل لما بيفتكر الماتشات دي. احنا بنقابل غانا، غانا ميت اكلينيكيا، منتخب غانا مش قادر، منتخب غانا بيجي كل ماتش لغايه الدقيقه 60 70 وما بيقدروش يكملوا، يعني اخرهم شوط و10 دقائق. احنا بندافع قدام غانا طول المباراه.
انت بتدافع قدام، انت مشيت اصلا على نفس النهج في الثلاث مباريات. صحيح. جيت حتى لما انت عرفت تظبط نفسك وعرفت تظبط التكتيك بتاعك والخطه بتاعتك، ما بداتش بنفس التكتيك ده في الكونغو، فاتغلبت فبتاخر بهدف، فتعمل اللي احنا بنقول عليه تلعب باتنين روس حربه وتهاجم باربعه فبتجيب اجوان. طب انت ليه ما بتبداش باللي انت بتجيب اجوان؟ يعني ايه المانع ان انا ابدا النهارده باربعه اتنين اربعه؟ تحت اي مسميات. خلي بالك لعيبه منتخب مصر لعيبه كويسه وعنده في كل مكان اكتر من لاعب واتنين وتلاته، خلينا نتكلم بصراحه. بس ما بستفادش منهم. ما بستفادش منهم ليه؟ ما انا محجمهم. ما انا النهارده بخليك ترجع تدافع. استفاد منك امتى؟ لما العب على امكانياتك انت. لعيبه منتخب مصر تستاهل احسن من كده، لعيبه منتخب مصر كانت تستاهل طريقه هجوميه احسن من كده. يعني حسيت ان هو فاجئ حماده لما نزله. الولد ده حسيته اتفاجئ. انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايز اشيله حاجه. لا لا بالعكس، هو ما ذنبوش، ما فيش حد من الولاد دي ذنبها حاجه، يعني لعيبه منتخب مصر ما ذنبهمش حاجه. انا عايز اقول لك على حاجه بمناسبه محمود حماده. محمود حماده كان ماشي كويس جدا مع فاركو. كان في فاركو قبل ما يروح المصري. من وقت ما راح النادي المصري وهو سيء جدا. انا مش فاكر له ماتش كويس مع النادي المصري. واتفاجئت، انا بفرح جدا لما النادي المصري يطلع لاعب او اثنين او ثلاثه في منتخب مصر، لكن انا بقول لك حق ربنا. انت لسه بتختار محمود حماده بتاع فاركو، استحاله بتكون بتتفرج على الدوري. لو انت بتتفرج على محمود حماده بتاع النادي المصري، لا على الاقل كنت تستبعده معسكر. ده تبعاه فعلا ما بيقدمش مستوى كويس خالص. لا خالص المصري. خالص. وفي لعيبه كتيره جدا كده. في لعيبه كتيره جدا كان مش عايز ياخدها ورجع خدها. لا هو كمان يعني كان في فاركو احسن، ولكن في الانتاج الحربي كان احسن. كان احسن برضه. كان احسن. ده على فكره ده يخلينا نروح لسؤال مهم جدا. يلا. احنا في لعيبه وارد جدا تبقى مع انديه كسرت الدنيا. صحيح. تراقبهم وتلعبهم ومركز قوي جدا، تبقى نازل تواجههم خايف من اللاعب ده في عينه. ايه اللي يخليه لما يروح لنادي تاني يبقى، يعني مثلا نتكلم على محمود حماده كان في فوركو قبلها الانتاج الحربي، ايه اللي يخليه يروح مع المصري ما يقديش بنفس الاداء اللي اصلا المصري تعقد معاه على اساسه؟ الجماهير. الجماهير هي نقطه بسيطه جدا يعني. جماهير. انت قلت الفاركو الانتاج الحربي ما فيهمش جماهير. فالنهارده اول ما اللعيب بيتحط تحت ضغط، سواء ضغط اعلامي، سواء ضغط في السوشيال ميديا، سواء ضغط الجماهير اللي بيحضر في التدريبات او العدد القليل اللي بيحضر في الماتشات، فكل دي بالنسبه له امور مستحدثه، هو ما شافهاش قبل كده في حياته، هو كل حياته في الممتاز ما بين انتاج وفاركو. مثلا محمود حماده، فاهماني؟ انا بدي مثل بس مش بحمله حاجه. لكن ما بتتحط في ضغوط اعلاميه انت ما تعودتش عليها، ضغوط جماهيريه انت ما تعودتش عليها. النهارده السوشيال ميديا، انا كنت بخلص التمرين في الانتاج او في فاركو او اي نادي مش جماهيري بروح البيت عادي، خلاص عادي انا بعيش حياتي زي احد. لا انا بخلص النهارده في انتقادات وفي مدح، النهارده في صفحات على السوشيال ميديا كتيره جدا بتمثل ضغوط على اللعيبه كلها، النهارده في اعلام ممكن يمثل ضغوط على اللعيبه كلها، فكل دي امور مستحدثه لاي لاعب كان بيلعب في نادي شركات، ويروح نادي جماهيري ويروح نادي جماهيري. زي ما في لعيبه كتير جدا كانت بتبقى في نادي شركات وبتيجي الزمالك ما بتوفقش. مش قادره تعيش تحت الضغوط دي كلها. هو راجل بيخلص التمرين، هم الجيل ده اتربى على كده، اغلب الجيل ده اتربى على كده، ان هو بيخلص التمرين يروح ما فيش اي حاجه خالص. لا احنا كنا بننزل التمرين الجماهير الرماليه الدنيا، ترمومتر النجاح بالنسبه لي والاخفاق كنت باخده من الجماهير في الملعب، ما كنتش باخده كمان من صفحات السوشيال ميديا. فكل دي بتاثر على الكواليتي، على شخصيه اللعيب المنتخب. عشان كده لعيبه منتخب مصر كانت بتحاول تعمل اللي عليها، لكن واضح انها مضغوطه، واضح انها متاثره بالسوشيال ميديا. صلاح وهو بيتكلم قال انا ما بسمعش السوشيال ميديا ولا، لكن ده لا هو طبعا بيسمع، واكيد حد بيقول له. هم كام لاعب معاه في المعسكر؟ اكيد واحد او اتنين، او حتى اللي معاه في الاوضه لو حد بيقعد معاه اكيد بيقول له. بدليل لما مصطفى محمد جاب الجون رفع تيشيرت صلاح. طب لو انتم مش متابعين السوشيال ميديا رفعت تيشيرت صلاح ليه؟ يبقى انتوا اكيد وصلكم اللي بتقول. لا اكيد طبعا، مفيش لاعب دلوقتي ومفيش حد دلوقتي عموما مش متابع السوشيال ميديا بالظبط اللي موجود فيها. عايز اروح معاك دلوقتي كابتن كريم لسؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، وناخد مع بعض جبهه الجماهير على سؤالنا النهارده، تقييماتك لمشاركه المنتخبات العربيه في امم افريقيا وابرز مفاجات البطوله. يوسف مساء الخير عليك، مشكورة جدا. وجهة نظري دي أصعب بطولة لأمم أفريقيا هذه النسخة، في مفاجآت كتير زي خروج منتخب الجزائر والمنتخب التونسي والمصري والمغربي. من وجهة نظري في التقييم 5/10، وتحياتي لك الفريق. مشكورة جدا يوسف. أحمد عيد مساء الخير عليك يا ما، بشكرك جدا وعلى كابتن كريم زكري. شكرا يا أحمد. من وجهة نظري دي أصعب بطولة أمم أفريقيا، وفيها مفاجآت كتير زي خروج منتخب المغرب والسنغال، وفي منتخبات عاملين اداء اكتر من رائع زي منتخب كاب فيردي ومنتخب جنوب افريقيا. سعيد احمد سعد
مساء الخير عليك يا مها. مشاركات العربية في هذه البطولة كانت سيئة للغاية لكل الفرق، أكبر مفاجآت البطولة يخرج منتخب مصر من البطولة. مصطفى ناصر، مساء الخير عليك يا مها، بشكرك جدا. طبعا بطولة افريقيا دي فيها مفاجآت كتير، زي خروج مصر والسنغال اللي كانوا في النهائي النسخة اللي فاتت، وخروج المغرب رابع العالم، وعودة كوت ديفوار بعد تعب ومشقة. تقييمي للبطولة حتى الآن بكواليسها ومفاجأتها 8/10. تحياتي لك والفريق العمل الزملكاوي وأفتخر. يوسف أحمد، مساء الخير عليك وبشكرك. أمم أفريقيا السنة دي من أسوأ البطولات على المنتخبات العربية، وأبرز المنتخبات هي كافيردي وكوت ديفوار نيجيريا جنوب أفريقيا. محدش كان متخيل مجريات البطولة، وإن شاء الله المنتخبات العربية ترجع أحسن وتنسى البطولة دي. تحياتي لك والفريق العمل، بشكرك جدا يا يوسف. بشكر حضراتكم دايما وابدا على التواصل معانا على السوشيال ميديا. كابتن كريم، كنت سعيده جدا بوجودك معايا النهارده، وبستمتع جدا بكل ارائك وكل تحليلاتك الفنيه، وبحب جدا كل مناقشاتي معاك، يعني بستفاد منها طبعا. ربنا يخليك، متشكر قوي معايا، وانا كنت مبسوط، ويا رب باذن الله نشوف صفحه جديده للكره المصريه، وان شاء الله النهارده كمان نشوف صفحه جديده ان شاء الله لنادي الزمالك باذن الله. يا رب ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وكمان لنادينا الزمالك. مشاهدينا، بشكر حضراتكم دائما وابدا على المتابعه. أشوفكم بكرة رب على خير في حلقة جديدة من برنامج أخبارنا.